مسافر يعود لينضم معنا وتحديدا من استديوهاتنا في مكة المكرمة محمود الساعاتي مدير عام النظافة بأمانة العاصمة المقدسة. أستاذ محمود أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. حياكم الله وانتهز هذه الفرصة أرفع أسماية التحايا والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله يجعل أيامنا كلها أعياد. اللهم أمين. أستاذ محمود أتحدث معك عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام يعني وسط وضع صحي آمن. صحيح، احنا الآن طبعا مع ظروف جائحة كورونا عندنا الحج الاستثنائي بسلام من آمنين. طبعا النظافة العامة أحد الخدمات المهمة والحيوية التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة لتهيئة الأجواء الصحية لضيوف الرحمن، تمر بعدة مراحل. نقوم مثلا بداية الموسم من نهاية كل موسم بحصر الملاحظات والبلاغات وتحليلها وبحث نقاط الضعف لتقويتها وحصر الدروس المستفادة، وبناء عليها يتم تعديل الخطط والبدء قبل موسم الحج بشهرين تقريبا في تجهيز المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن. وتنقسم الخطط إلى ثلاثة مراحل قبل موسم الحج وأثناء تواجد الحجاج وضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وبعد مغادرتهم المشاعر. فنقوم بتجهيز المشاعر المقدسة وتهيئة أماكن نزولهم في مشعر عرفات ومزدلفة، ونقوم بتجهيز معسكرات النظافة للعمال والمعدات وتجهيز المعدات. وطبعا السنة هذه والعام الماضي كمان ألزمناهم بالاتباع الاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات، بحيث أن السنة هذه جميع العمالة أخذين اللقاح. جميل. معسكراتهم مهيئة فيها أجهزة التعقيم والتباعد مع الحرص على عدم اختلاطهم بالحجاج، ويتم عملهم على ورديات. نعم. وطبعا مع توقف العمل تحت أشعة الشمس لتزامن موسم الحج مع موسم الصيف، فبالتالي يتم إيقاف العمل تحت الشمس من الساعة 12 للساعة 3 ونستعيض عنها بالمكان السلامة الآلية لتغطية هذه الفترة. جميل. أستاذ محمود يعني إذا ما سألتك عن الفرق بين هذا العام والأعوام السابقة طبعا من ناحية الإجراءات أتحدث. صحيح، احنا متعودين الحمد لله بتوجيهات ولاة الأمر والمسؤولين نبذل قصارى جهدنا لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا في الحج الاعتيادي كنا نخدم 60 ضعف للعدد الحالي. نعم. وهذا شرف وفخر لبلادنا اللي حبانا الله وميزنا عن غيرهم، وهذا يعني ديدن كل الشباب الوطن والزملاء في العمل يبذل قصارى جهدهم ومستعدين متحمسين ان شاء الله بنفس الحماس ونفس القوة لخدمة ضيوف الرحمن. نعم، كم مرة يتم غسل الحرم يوميا يعني؟ احنا طبعا مهام الاداره العامه للنظافه في امانه العاصمه المقدسه نظافه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه والقرى التابعه لها. طبعا بالنسبه للمشاعر مسؤولين عن نظافه كامل المشاعر والمسطحات نزول الحجاج والشوارع والساحات. طبعا عندنا اسطول من المعدات تجاوز 912 معده متنوعه، اضافه الى 13,549 ما بين عامل وسائق ومشرف ومراقب، إضافة لجهاز الإشراف من الإدارة العامة للنظافة. كما توجد معدات خاصة بالمشاعر المقدسة عبارة عن منظومة تخزين مؤقت للنفايات، مخازن أرضية وصناديق ضاغطة وتريلات ضاغطة صممت وجهزت لتناسب ظروف مشعر منها، خاصة الازدحام والعدد الكثيف في زمن محدود. نعم، الأستاذ محمود الساعاتي مدير عام النظافة بأمانة العاصمة المقدسة، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة وهذا الحضور. شكرا. بارك الله.